يقترب العيد وتقترب معه فرحة الناس بقدومه، إلا تلك المنازل التي خلت من بعض أحبتها الذين أخذتهم الحرب بعيدا، فسرقت الابتسامة من وجوههم، خصوصا وأن البعض منهم افتقد من كان يقوم بتلك التجهيزات التي تضفي الفرحة إلى نفوسهم. تعيش أسر الشهداء بقدوم هذا العيد المبارك، عيد الأضحى المبارك، الحزن الكبير نريد أن يحسوا أو يلمسوا هذه الأسر بالفرحة مثل بقية الأطفال، لأنهم ضحوا بآبائهم لأجل هذا الوطن ولأجل هذه القرية ولأجل هذه المحافظة. يستشعر الجميع دور الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن، ولذا هب أبناء مديرية مشرع وحدنان للوقوف بجانب أسر الشهداء واستكمال مستلزمات أبنائهم وما يحتاجونه خلال أيام العيد. نتيجة استشعار لأن يوم العيد قريب، ولا بد أن يفرح أبناء الشهداء وأسر الشهداء وأسر الجرحى بالعيد كما يفرح غيرهم، حتى لا يفقدوا عوائلهم ويفقدوا كاسبهم. فكان انطلاق هذا المهرجان تحت شعار سندكم ليزهو عيدكم، لإسناد أسر الشهداء والجرحى ودعمهم بما يستطاع من السلل الغذائية وكسوة العيد والأضاحي حتى يفرحوا قبلنا بالعيد. بادرة جميلة تقدمها هذه المديرية من أجل الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى، يتمنى الجميع أن تحذو حذوها بقية أخواتها من المديريات. إلى الواجهة يعودون من جديد، هذه المرة بالتكاتف مع أسر الشهداء والجرحى، لتظل هذه المديرية وأبناؤها سباقة في تلك المشاريع التي تغيب عن أذهان الجميع. حمزة أمين، قناة بلقيس، مشرع حدنان، تعز.